تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمني. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 5792 قضية تموينية متنوعة، وتم ضبط 32 قضية مقاهي مخالفة لقرار الغلق، إضافة إلى غلق 1675 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 10916 سائق نقل جماعي لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 8780 قضية تموينية متنوعة، من بينها 152 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 914 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها ب 123,390 جنيه، وضبط 17 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 359,050 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8611 قضية تموينية بمضبوطات وسنت أكثر من 783.5 طن سلع غذائية وتموينية، من بينها أكثر من 152.5 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقرابة 38 طن سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 255,810 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 37,304 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و25 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدر. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1490 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 81,110 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 51,164,890 جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1231 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,682,917,000 جنيه مصرية، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.